مشاهدينا الكرام، كان الوصول من الوسمي سعيد بن محمد بن زايد المطوع. الخيارين، تهانينا والناموس للجميع. مشاهدينا متابعينا الاعزاء، اسعد الله صباحكم وطابت جميع اوقاتكم. انطلق قبل قليل شوطنا الخامس بتعداد اشواط هذه الفتره الصباحيه لمسيره ومنافسات الكبار وتحديات فئه الحيل، وانطلاقه اشواطنا من الستة كيلو مترات. لنتابع معكم هذه الشعارات الحاضره والاعداد المتزايده على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية الذي يضم ويحظى بحضور هذه الشعارات الكبيرة المتواجدة والحاضرة والقادمة من شتى دول ميادين الخليج. لنبدأ معكم بمسيرة هذا الشوط، لنبدأ مع مقدمة وانطلاقة أول المراكز، لنشاهد النود على المركز الأول وعلى الصدارة والمقدمة. تعود ملكية النود لمحمد بن ناصر الشنجل، من يقدم لنا انطلاقة النود، من تعلن الوجود والتواجد والتقدم على البداية وعلى أول المراكز. المركز الثاني التواجد مشاهدينا الكرام من شراعوه عبد الله بن سعيد العيدة، شعار اللورد القادم بتحديات مبكرا مع اول المراكز. ثاني المراكز الوصول من محازم على المركز الثاني او محازم لعلي بن متلع بن مسل العتيبي، قادم بشعاره مع انطلاقه المركز الثالث. المركز الرابع رابع المراكز شعار فاران بن محمد بن قريع مع انطلاقة منوى، عتيق بن حمد بن محمد بن قريع المري مقدما لنا تحديات منوى مع المركز الرابع. المركز الخامس الوصول مشاهدينا الكرام من قبل ملامح، ناصر بن عبد الله بن احمد المسند مع المركز الخامس. هذا هو النداء الاول للاسماء الخمسة الاولى الحاضرة والمتواجدة في مسيرة هذا الشوط والخماسية الماسية التي نتابعها بانفرادة مميزة عن بقية الأسماء والشعارات. نتابع خلف الخمس، هنالك أسماء وشعارات قادمة لا محالة بمسيرة هذا الشوط، ترقبوا وصولها في الوقت المناسب والحاسم من مجريات هذا الشوط. كما نتابع أيضا عبر شاشة قناة الريال الفضائية من الكادر الأسفل هذه الشعارات والأعداد التي تتواجد في هذا الشوط بهذه الانطلاقة. نعود إلى البداية، نعود إلى المقدمة لنتابع مسيرة أول المراكز. الله، منوى بدأت تغير مجريات الشوط لينطلق شعار بن قريع على البداية وعلى المقدمة مع انطلاقة منوى. عتيق بن حمد بن محمد بن قريع المري بدأ يقرع طبول المنافسة مبكرا مع اندفاع شعاره وحضوره على البداية. المركز الثاني التواجد من النود على ثاني المراكز، ليواصل شعار الشنجل بتواصل عطاءات النواميس مع تحديات هذا الشعار وحضوره. ثانيا النود تعود مكيل محمد بن ناصر بن محمد الشنجل المري مع المرتبة الثانية. المركز الثالث التقدم مشاهدينا الكرام من قبل محازم على المركز الثالث، علي بن متلع بن مسل العتيبي مع تحديات ثالث المراكز مع انطلاقة ومسيرة هذا الشوط. وعليك توصية أيضا من الصوات العتيبي مع انطلاقة ثالث التحديات. المركز الرابع رابع المراكز القدوم مشاهدي الكرام من شرعوه عبد الله بن سعيد بن محمد العيدة مع المركز الرابع. المركز الخامس وصول ملامح ناصر بن عبد الله بن احمد بن عبد الله المسند، لم يتجدد اي جديد على النداء للاسماء الخمسة الاولى. مع انطلاقة الاسماء الخمسة المتقدمة الحاضرة والمتواجدة الا في تغيير المراكز، نرى ان المراكز في ندائنا الاول والثاني بدأت تتغير في مسيرتها وفي تحدياتها وفي تقدماتها. نعود الى البداية لنرى التقدم الملحوظ من منوى،
على أول المراكز وعلى البداية. تحمل لنا شعار عتيق بن حمد بن محمد بن قريع المري من يقدم لنا هذه المسيرة المميزة والجميلة على البداية وعلى الصدارة. المركز الثاني التقدم أيضا من النود محمد بن ناصر الشنجل من يمتلك النود ومن أيضا ينافس شعاره شعار بن قريع على المقدمة وعلى الصدارة. الاسمين الأول والثاني منوى والنود، النود ومنوى في حوار ثنائي عنوانه الناموس وعنوانه اختطاف نقطة هذا الشوط. بدأت بالمباعدة شيئا فشيئا عن مجريات الشوط. المركز الثالث ما زال شعار بن متلع مسيطرة على الثالث. التحديات مراقبا لأوضاع الصدارة مع انطلاقة محازم على المركز الثالث ومع ثالث التحديات علي بن متلع بن مسلي المقاتل عتيبي. المركز الرابع وتابع شرعوه غادمة بشعار اللورد عبد الله بن سعيد بن محمد العيدة مع المركز الرابع. المركز الخامس وصوله وتقدم من الشعارات القادمة بهذه اللحظات. وصلت الأسماء ووصلت الشعارات وتابع أيضا شعارات وأسماء مرشحة باختطاف نقطة هذا الشوط مع انطلاقة هذه المسيرة. خامسا ملامح المركز الخامس ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند مع تحديات المركز الخامس. لكن أرى وتابع اللي بدأت تتسلى على المركز الرابع هذا شعار وقار من فازت يوم الأمس يحضر هذا الشعار مع جيوان على المركز الرابع لمحمد بن سالم بن مانعة مقدم لنا شعاره بتحدياته مع هذا الزي الجميل مع انطلاقة المركز الثالث في هذه اللحظات. رابعا شعار اللورد. خامسا غدوم الظبي مع المركز الخامس مع شعار هجن التحدي شعار فخر من خطفت نقطة صباحية مميزة. يحضر شعار هجن التحدي مقدما لنا انطلاقة الظبي بمسيرة هذا الشوط. نعود إلى البداية دخلنا أجواء الكيلومتر الأخير. الله النود ومنوى، منوى والنود بن قريع وكذلك الشنجل من يواصل باختطاف نقطة هذا الشوط. النود منوى منوى النود الله هذه منوى صاحبة هذا الشوط في السباق الماضي. يحضر هذا الشعار مع بن قريع مع فاراه بن محمد بن قريع مع المركز الأول ومع الصدارة. والنود صاحبة الشوط الأول في السباق المحلي الأول مع منافسة وتحديات يعني الثنتين. عندها إنجاز في هذا الموسم، عندها حضور في هذا الموسم لتحضر معنا هذه الأسماء منوى وامنيات فاراه بن محمد بن قريع مرافقه لمنوى وانطلاقه الذاتي بدون اي تعليمات. اصدرت التعليمات على منوى ومع تحديات المركز الاول النود ما زالت في حوار وصراع. لكن منوى الاسماء بدات تقترب وابن قريع هو الاقرب للناموس. فاراه بن محمد بن قريع من يتابع تحديات هذا الشعار، من يتابع تقدم منوى خاطفا هذه النقطة. التهاني والتبريكات لك يا ابن قريع على هذا الفوز المستحق وعلى اختطاف منوى وحفاظها على هذه النقاط المميزة والحضور في هذا الموسم. التهاني والتبريكات نزفها لعتيق بن حمد بن محمد بن قريع والثانية لفاراه بن محمد وابناء على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني كان الوصول من النود لمحمد بن ناصر الشنجي. المركز الثالث كان التواجد من قبل جيوان لمحمد بسالب مع المركز الرابع. وصل شعار اللورد خامسا. إذا مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء تابعنا وشاهدنا معكم مسيرة هذه الانطلاقة إذا توقيت منوى 9:37.66 زمن الثانية. الثاني التبريكات نزفها لمالك منوى عتيق بن حمد بن محمد بن قريع المري والثاني أيضا نزفها لفاران بن محمد بن قريع ولأبنائه على هذا الفوز المستحق وعلى أيضا تكرار ناموس منوى في هذا الموسم. المركز الثاني وصلت النود 9:39.29 زمن الثانية.
الثاني التبريكات نزفها لمحمد بن ناصر الشنجل. المركز الثالث وصلت جي وان، توقيتها الزمن 9 دقائق 40 ثانية 55 زمن الثانية. الثاني والتبريكات نزف لمالك جيوان محمد بن سالم بن مانعة على هذا الفوز المستحق. الرابعة والخامسة دخول جماعي.